إفريقية وبحوزة ديابا الحاج أمادو من السنغال. وهذا الجزائري صابر بطمش في الممر رقم واحد عنده في التوقيت ديالو هذا السنة 50.64%. وفي الحارة رقم 2 ممثل جنوب إفريقيا الجنوب إفريقي فان زيل يي، كان بالأمس في المرتبة الثانية في السلسلة المؤهلة لهذه النهاية، يعني كان وجد صعوبة في التأهل للنهاية. النيجيري مايلز أوكاوما من نيجيريا، وفي الحارة رقم 4% ممثل نيجيريا كذلك إلى جانبه مواطن أماشي مورتون عنده 49.84% من المئة من أفضل العد دائم حيث التوقيت في هذه النهاية. جنوب إفريقي آخر كورنيل فريدريكس، وفي الحارة رقم 6 ممثل كينيا يتصدر لحد الآن جدول الميداليات بفضل الحصاد المهم والجيد لأبطالها في اليوم الثاني. وممثل ناميبيا في الحارة رقم 7 الكيني نيكولا بيتس، وناميبي يوانس ماريتس. وأخيرا ممثل تونس في الحارة رقم 8 ممثل العرب وتونس في هذه النهاية. نتمنى له التوفيق كما نتمناه لجزائري صابر بوكموش. كيفين يونغ هو دائما حامل الرقم القياسي العالمي لمسابقة 100 متر حواجز. كيفين يونغ نذكر الأسماء الكبيرة التي مرت بالمضمار بالنسبة ل 400 متر حواجز، إدوين موزس الأمريكي، براين روبسون، سامويل ماتيتي، أندري فيليبس، كليمنت سانشيز، تايلور جاكسون. هذه كلها أسماء خلات البصمات ديالها في سباقات 400 متر حواجز على مستوى بطولة العالم وعلى مستوى الألعاب الأولمبية. إذا انطلاق هذا السباق والأنظار تتجه على الخصوص صوب مورتن أميشي النيجيري، وإذا صوب الكيني نيكولا بيت، إنما هناك تقدم للبطل الجنوب إفريقي كورنيل فريدريكس، إنما الأمور لم تحسم بعد بشكل نهائي وكل شيء متوقف على ما تبقى من السباق. كورنيل فريدريكس في الصدارة متبوع بالكيني نيكولا بيت، ثم النيجيري مورتون أميشي، وإذن نقول أنه البطل جنوب إفريقي فريدريكس فهو هنا خلق نوع من المفاجأة، وإن كانت مفاجأة صغيرة جدا ب 48 ثانية.